كابيكاند مازلت متواصلة معكم طول 11:30 دقيقة. شكرا لاختياركم موجتنا. مش نحكيوا على دار ثقافة بدار شعبان الفهري اللي أبوابها مغلقة من 2011 من وقت الثورة. يحضر معايا ناشط في المجتمع المدني خيري بن إبراهيم. أهلا بك خيري. بك نورهان وشكرا لاستضافة مرة أخرى. شكرا لك بالمثل على قبول الدعوة. نمشيو لك الملك. الملك احنا هبطنا للشارع التونسي، هبطنا تحديدا لدار شعبان الفهري وسمعنا صوت الشباب اللي طالب بإعادة فتح دار الثقافة. إذا كان حاضر سيد المخرج سمعنا ميكرو. دار الثقافة ما يتحرقت دار شعبان بصراحة، تم الشباب نتاعها ما لقاش وين لولا الملجأ نتاعها ممكن دار شباب. بالرغم اني مشكورة بلدية دار شعبان الفهري اللي بلا خصت أرض باش تتبنى دار الثقافة، لأنه توا مانيش عارفين يا من المندوبية الجاوية للثقافة وإلا من الوزارة اللي توا معناها ما تبناش دار الثقافة، اللي هي بصراحة ما كانت سادة برشا بالبلاء على الشباب نتاع دار شعبان الفهري اللي بحق مهضوم من ناحية الثقافة. أنا شاب أصيل مدينة دار شعبان الفهري، اليوم حبيت نحكي على المأساة اللي صايرة نعد الثورة واللي مازالت متواصلة لليوم. حرق دار الثقافة دار شعبان الفهري هو خسارة كبيرة لأهالي المنطقة، سواء من ناحية الكهول ولا اللجوء، خاصة اللجوء، خاطر مع كثرة وقت الفراغ، الشاب ولا ما عادش عنده حاجة يعملها باش ينقف جوا هذا. كانت دار الثقافة كملجأ للشباب من الشارع وحتى من أنفسهم، فضل أنشطتها سواء من مسرح ولا دونس ولا ميوزيك وغيرها من الأنشطة اللي تملى وقت فراغ الشاب، تخليه عنصر فاعل في المجتمع وتقوي له الثقة في النفس. اليوم بعد هالفجوة اللي صايرة، بدينا نلاحظوا إنه ما عادش إقبال على الأنشطة والنوادي، ولا الشارع هو اللي يملى وقت فراغ الشاب، وهو زاد الشارع اللي ولا يعلم. أنا ماني طالب شيء، أنا كشاب أصيل هذه المدينة طالب كان بالسلطات المعنية أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لسكان دار الثقافة دار شعب الفهري. احنا شباب دار شعبين، شباب عنا برشا طاقة مغرومين بالمسرح، نحبوا دار الثقافة باش نمارسوا فيها هويتنا على راحة. اختنا نمارسوا في المسرح في دار شباب وعنا سباس صغير ماناش مرتاحين. نحبوا دار الثقافة، نحبوا الدولة تغزل دار الثقافة متاع دار شعبين اللي هي محروق من وقت الثورة، نحبوها تتصلح باش شباب دار شعبان يمارس هويته ويخرج الطاقة اللي عنده. عسلامة، أنا واحدة من المنخرطين في دار شباب دار شعبان الفهري، ونحب نقول اللي دار الثقافة متاع دار شعبان الفهري مهمشة من وقت الثورة، وأحنا كشباب لقينا كان دار شعبان لقينا كان دار الشباب دار شعبان ملجأ للنوادي كمسرح كدونس كسينما كأي حاجة. دونك نطالبوا انه تتجد دار ثقافة بالسين متاحة بكل شيء، مش نلقاو نجم نلقاو روحنا انه نعملوا الانشطة متاعنا ونجم نشاركوا بها في برشا تظاهرات اخرى ثقافية. هذه مطالب أبناء دار شعبان الفهري، دار ثقافة مغلقة من 2011 من وقت الثورة اتحرقت وقعدت هكاكا، ما شفناش حتى مسؤول جاء وحاول أنه يصلح فيها. كما قالوا المنفذ الوحيد هي يا أما يمشيوا لدار الشباب وإلا الشباب دار شعبان يمشيوا لدار ثقافة نابل، هذا مشكل كبير. ولا الشارع اللي ربي ما عادتش المؤسسات العمومية اللي تحمي الشباب هي التربي للأسف. تفضل خيرك المليك. شكرا نورهان. أول حاجة نحب نحكي على الرمزية متاع دار الثقافة دار شعبان الفهري. دار الثقافة دار شعبان الفهري تحمل اسم محمد البشروش. محمد البشروش الناس الكل تعرف انه كان عنده تأثير كبير خاصة في الرواية القصيرة، وانه كان ناقد ادبي كبير، وكان يأمن انه لازم يكون عن ادب تونسي خاص بينا. كيفاش انه دار ثقافة تحمل الرمزية هذه لتو ما تلفت لها حد؟ دار الثقافة من 2011 محروقة، كي تتعدى من قدامها صدقني قلبك يوجعك، خاصة انه بجنبها المعتمدية. هل انه المعتمد قديش من بعد الثورة قديش معتمد جهل دار شعبان من سي احمد متابع واللي بعد والكل، هل انه حتى حد ما نجم يتلفت لها؟ كل يوم يشوف في دار الشباب بحذاهم صاير مونكم تاع دي جون انه يمشيوا غادي، ما خموش انه يرجعوا دار الثقافة باش تولي فما ايكيليبر بيناتهم، خاصة انه دار الشباب ما فيهاش سنة متاع مسرح. ودار شعبان معروفة انه المعهد الثانوي بتاع دار شعبان الفهري كل عام برمي الميور في ولاية نابل، وهذا الشباب متاعه ما عندوش ملجأ. هل انه المشكلة وين؟ هل انه دار شعبان ناقص رجال اعمال انهم هما يتدخلوا ويصلحوا دار الثقافة؟ ما نتصورش. دار شعبان معروفة عندها رجال اعمال بسميهم ومعروفين انهم كانوا ينجموا يتدخلوا حتى بمالهم الخاص
انهم يصلحوا دار الثقافه. اما هي مشكله الدوله، الدوله تعرف انها عندها برشا زاده متهربين ضريبيين، فعاوز انا ندخلوا الحبس نجم نقولوا ايجا الفلوس اللي عندك انت متهرب عليهم الدوله، ايجا انفستيهم لهنا في دار الثقافه. السؤال يتسال، هل انه المشكله من الدوله ولا من سكان دار شعبان؟ وانا ما نتصورش انها تكون من سكان دار شعبان. تونس كلها ولادة، تونس عزيزة وغالية. هذايا مطالب أبناء دار شعبان فهري، ماناش طالبين حاجة كبيرة، طالبين أنه دار الثقافة تتحل. راهو كيف تتحل دار الثقافة العديد من المشاكل قادرة أنها تتحل. كشبابك اللي كنت نحكي على ساعات الفراغ أنا في الليسيات وفي الليكوليج، يجم ويعاديهم في دار الثقافة عوضنا أنه باش يعاديهم في الطريق. أكل سوية ما بين الفطور أبناء الأرياف متاع دار شعبان الفهري، فعوضا انهم مش يعديوها في اللي ريستورون، عوضا انهم مش يعديوها قدام ليسي، يجمع يعديوها في دار الثقافه. دار الشباب ماهيش قادره انها تحمل شباب دار شعبان الكل، ايضا المكتبه العموميه ماهيش قادره انها تحمل دار شباب دار شعبان الكل. هذه اعتبروها نداء من ابناء دار شعبان الفهري، اعطينا بعض الحلول. السيده المعتمده نطالبوا بانك تشوف لنا حل في دار الثقافه دار شعبان الفهري. طبعا لك حق الرد اذا كانت تحب تكون متواجده معنا، اهلا وسهلا بك ومشكوره جدا. هذه اهم المطالب نتاع ابناء دار شعبان الفهري من 2011 دار ثقافه مسكره. نتمنوا ان نلقاو حل سريع وجذري، ما حشتاش بك الحلول نتاع فيسع وهات نحلوها ومن بعد ما فما حتى شيء، لازمها حل جذري. للساده المسؤولين، السيده الواليه، الناس اللي مسؤوله، الاطراف المعنيه الكل، رجال الاعمال، هات نقعدوا قاعدة، هات نتصلوا ببعضنا، الإعلام معاكم من سنتكم. أبناء دار شعبان الفهري متطوعين، هذا ناشط في المجتمع المدني، هات تعطيونا شوية، قدموا أنتم خطوة. أتوا شباب يقدم 10 و20 خطوة، الناس الكل متطوعة، الناس الكل تحب تخدم، الناس الكل تحب تحل دار الثقافة متاعهم. فقط نستناو في خطوة من السادة المسؤولين باش يجم الشباب يخدم ويبدأ ويكمل مسيرته ويبعد على الإجرام ويبعد على الشارع ويبعد على المخدرات. هذا مطلبهم الوحيد، ما همش طالبين ياسر. دونك نخلي لك كلمه الختام خير. باهي، جوست اختي نورهان، نحب نقول انه دار شعبان رغم غياب دار الثقافه، انه سنا في المسابقه الجهال دور الثقافه ودور الشباب، انه ابناء دار شعبان قاموا بانجاز. انه في 3 عروض دار شباب نتاع دار شعبان، ابناء سامحني دار شعبان الفهري يتحصل محمود عطيه على احسن ممثل في غياب دار الثقافه، عمل رحله يتحصل على احسن نص واخراج في غياب دار الثقافه، العمل هيا بينا يتحصل على افضل نص في غياب دار الثقافه. عندك 25 شاب اليوم سمعوا أكثر سؤال، هل إنه دار شعبان عندها مسرح؟ هل إنه لهنا شنو ذنبهم الصغار؟ إنهم قادرين، عندهم طاقة رهيبة إنهم يوصلوا وينجموا يحققوا أحلامهم، خاصة إنه نشوفوا في الصيف ليزيفينمون اللي قاعدة تصير في دار شعبان في البطحة اللي بحث المركز نتاع دار شعبان مقابل دار الثقافة، والمسؤولين تجي وتتفرج في العروض هذية، حتى حد ما نجم يتلف التلفيت على يسار ويرى دار الثقافة. المسؤولين اللي نهار كامل اللي يخدموا في المندوبية، وفي خاصة اللي يخدموا في مندوبية الثقافة وبرشا شعبانية يخدموا في مندوبية الثقافة، حتى حد هو ماشي يخدم غزر لدار الثقافة. طبعا نأكدوا أنه دار الثقافة كما قالكم قبلها المركز من غادي، بجنبها على اليسار المكتبة العمومية، بجنبها على اليمين المعتمدية ودار الشباب، يعني المكان واضح، مدخل دار شعبان الفهري. يعني نتمنى أنه يصير لفتة لدار الثقافة. كلمة أخيرة، نحب نعرج على موضوع آخر زادا. بخلاف دار الثقافة متاع دار شعبان، مركب الثقافة نيابوليس بنابل إلى أي متى؟ شو قاعد مسكر؟ ما يحتضنش عروض؟ اقتلي فترة ما كان مركب الثقافة نيابوليس يحتضن معناتها أفلام في أيام من أيام قرطاج السينمائية. هذا في حد ذاته موضوع آخر لازم يتطرح على حداء. إلى متى مدينتي نابل ودار شعبان شو قعدوا في هذه الحالة؟ اقتلي نشوفوا في قليبة اللي ترشحت سنة الإقليمي، أهالي مدينة قليبة يخدموا كما نقولوا، يسعوا وثمرة المجهود متاعهم عطاتهم قربة للناس الكل نضربوا بها المثل في المسرح، خاطر عندها عباد تخدم عليها. أما نابل ودار شعبان إلى متى شنو قعدوا هك؟ وقتلي عنا عباد قادرة أنها تغير بكلمة الواقع فقط. للأسف
يعني الحل ليس بيد الشباب لوحده، الشباب لازم يكون ليه داعم، داعم انتوما، داعم هو السادة المسؤولين. نتمنى انه صوتنا يوصل اليوم، نتمنى ان نلقاو حل سريع وجذري للمشكل هذايا. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم على المشاهدة، شكرا كامل الفريق نزيها نصري في المواجيز الاخبارية، نرمين الدعجي في الاخراج التقني والرقمي. كانت هذه كاب ويكاند لليوم، يا سلامة، في الامان، باي باي.